يعطيكم العافية. اليوم عندنا تشكيلة مميزة من منتجات شركة روكستيد، صناعة يابانية، وبنعطيكم كامل تفاصيلهم. في البداية هذه السكاكين راح تكون بهذه العلبة. راح تحصلون السكين داخل البوكس الخشب اللي عليه اسم وشعار الشركة، بالإضافة إلى قطعة المايكروفايبر أيضا عليها اسم وشعار الشركة. بخصوص السكين، مجرد ما نبطل البوكس راح نحصل السكين بالإضافة إلى الورقة اللي فيها كامل تفاصيل السكين اللي عندنا من ناحية الماتيريال، صورة السكين وكل شيء موجود فيها. طبعا هذا الموديل هو موديل شو، راح يكون بمعدن ZDB189 بصلابة جدا عالية 67، بالإضافة إلى قصة النصل والماتيريال الموجود على المقبض وكامل تفاصيلها مذكورة. بخصوص التصنيع أيضا راح يكون مذاكرينا بشهر 3 2023، وراح يكون عندكم كامل تفاصيل السكين الموجودة. بالنسبة حق موديل شو، راح يكون معاه كلب تقدرون تركبونه على حسب حاجتكم، وهذا هو موديل شو المميز. لو تلاحظون مقابض التيتانيوم عليها نقش جدا مميز من الصوبين، وهني ذاكرين made in Japan. طبعا هذا المكان اللي تقدرون تركبون فيه الكلب. بخصوص السكين، مجرد ما نبطلها راح نحصل المعدن المميز ZDB، وراح يكون نفس ما ذكرنا ميرو بولش، نفس كامل سكاكين الروكستيد. لو تلاحظون هني الانعكاس راح يكون جدا مميز. وبخصوص هذا السكين راح تكون مميزة من ناحية هذا التصميم لو تلاحظون، بالإضافة إلى البوتوم لوك الموجود إذا بتسكرون السكين. اللي يميز أيضا سكاكين روكستيد إن عندنا الحد ما راح يكون على نفس الزاوية، فهو يبتدي من 30 ويوصل بالتب إلى 24 أو 25 درجة، يعني الحد عندنا يقل تدريجي لين يوصل للتب، وهذا يعطي حدة أكثر للتب الموجود بالسكين. الموديل الثاني اللي عندنا وهو موديل ساي، أيضا راح يكون معاه المايكروفايبر، وداخل البوكس راح تحصلون الموديل المميز. هني نحصل كامل التفاصيل نفس باقي السكاكين. وبخصوص موديل ساي، راح يكون مع هذا الجعاب المميز من الجلد. السكين لو تلاحظون المقبض فيها راح يكون عبارة عن طبقات من التيتانيوم، معطي شكل جمالي للسكين. طبعا في اصدارات من ساي اصدارات اساسية عادية، لكن هذا الاصدار بالذات يختلف عن الاصدارات الثانية. عندنا تيتانيوم مطلي DLC، فراح يعطي لون ايضا مميز بالنسبة للمقبض. وبالنسبة للمعدن راح يكون نفس المعدن ZDB189 لكن بقصة التامتو، فراح يعطينا تفاصيل جدا مميزة بهذا الاصدار. بخصوص ثاني سكينتين عندنا، اثنينهم من نفس الموديل، موديل هيجو، لكن باصدارات مختلفة وايضا ماتيريال مختلف بالتصنيع. راح نتكلم اول شيء عن اشياء ما تكلمنا عنها بالموديلات السابقة، وشيء يخص هذا البوكس الخشب اللي تشوفونه. بخصوص البوكسات من روكستيد راح تكون صناعة يدوية، فهم مهتمين حتى بالبوكس اللي يشيل السكين. السكين اللي عندنا هي موديل هيجو بإصدار مميز، بداية بالمقبض التيتانيوم لو تلاحظون التفاصيل الموجودة فيه، أيضا النصل المميز راح يكون بمعدن مختلف وهو معدن YXRZ، والصلابة مالته راح تكون 65، فأيضا صلابته تعتبر جدا ممتازة. لاحظوا طبعا الميرور الموجود بالنصل يعطي تميز أكثر للسكين،
واللي يميز ايضا سكاكين روكستيد انها راح تكون جدا سلسه بالاستخدام. انا ببطل القفل، لو تلاحظون مجرد ما ارفع النصل راح يرد ينزل بروحه من غير اي حركه من عندي، فراح تكون السكاكين سلسه بشكل جدا كبير. بالاضافه انهم يتميزون بالصوت المميز للسكين سواء بالفتح او التسكير. لو تلاحظون الصوت ايضا مال السكين راح يكون جدا مميز من هذه الناحيه. هذه اول سكين او اول اصدار من سكينه هيجو. الاصدار الثاني من هيجو راح يكون مختلف. بدايه راح يكون بهذا الجعاب الجلد من شركه روكستيد، ومجرد ما نشيل السكين راح نحصل قطع الخشب من الصوبين بشكل جدا مميز مع معدن الزد دي بي 189. نفس الشيء ينطبق على هذا السكين من ناحية السلاسة. لو تلاحظون أيضا الصوت سواء بالفتح أو التسكير، وعندنا النصل بالميرور بولش. بالإضافة أن النصل نفس ما ذكرنا راح يبتدي من درجة 30 بالنسبة للحد يوصل إلى 24 بالتب، وهذا يعطي حدة إضافية للتب الموجود. هذه السكاكين حاليا متوفرة عندنا بفرع أسواق الجرين بالإضافة إلى الأونلاين. بحط لكم لينك تقدرون تطلبون من خلاله أو تزورون الفرع وتختارون الموديل اللي يناسبكم. حياكم الله.